شنت شكون قال لك؟ انا حجمت تخفالي في سيدي بالطو حافظو جيلو فنان نشم ما كاش اللي تلفها لي نعطيك صحيح بالك دعايات برك يا ودي تسكت واش تعرف في لابوليتيس تاعي انا نعطيك صحيح قلت لك دوكا كاين اجتماع تاع لي زومبر راهم رايحين يديروا ليستا تاع اللوجمون وهذا الليستا باه تكونوا على بالكم يلزم انا نخرج فيها انا في رايي المتواضع كم تشقيو في روحكم برك وبلس باينين اللي مدوا لهم اه صرا دوكا نقعدوا غير بلا 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 تجوا معايا نهبطوا على ندلمير ولا ما تجوش هو لا يجي معانا باينه عايشه مجدت له اللوجمون ولا يعرف يهضر مان اجتماعنا هذا راحين ندرسوا زوج نقاط. النقطة الأولى هي توزيع السكنات، والنقطة الثانية هي الفوت على البوست نتاع الشريف. صلوا على النبي يا جماعة. عليه الصلاة والسلام. انتم على بالكم باللي هنا في سيدي بالطو ما كاش اللي ينجم ينافسني ويناقرني على هذا البوست، على خاطرش هذا البوست يبغي واحد مستوى كيما أنا، صعيب واعر. أدحوا هذا راهو قانون، والقانون يقول كل 5 سنوات تعاد الانتخابات، وإذا كان واحد ما ترشح مبروك عليك. القانون يبقى قانون، والقانون فوق الجميع. دوار سيدي بالطو شعبي ديمقراطي، وأي واحد ببالطو عنده الحق باش يترشح لهذا المنصب، وأنا منهم. سي حميدة البوست هذا كبير عليك. الكبير ربي سبحانه. سبحانه، بصح هذا البوست يبغي واحد مخ ماشي اخ. تراك مليح في المصلى، دعي الناس، نصح الناس، وادعي لنا ربي معاك يفتح علينا. هيا خلاص خلاص، خليونا من هذا الموضوع هذا، هيا. نروحوا للنقطة الثانية، اللي هي توزيع السكنات. السكنات، وإن شاء الله يا ربي يهديكم ربي. وهاد الخطرة السكنات يتمدوا غير للناس والعائلات اللي صح محتاجة، ماشي كيما التبهدايل تاع المرة اللي فاتت، رحتوا مديتوا غير للناس اللي عندهم. شوفوا يا جماعة الخير، الحل مليح، نديروا كيما العداو العوايد. تاخذوا رأيي، كل واحد يدي الكوطة ديالو ويبدا معرفته. واش قلت؟ ها؟ سكت واحد ينوض لي واحد، نسكت هذا ينوض لي هذا. هيا خلاص خليونا من هذه المواضيع هذه، خلاص هيا دحوا. علق الإعلان. وإلا كان واحد ما ترشح مبروك عليك، وانت شوف جيب لي الدواسر خلينا ندرسوهم ونتهناو من هذه الفكرات. هيا خلاص هيا هيا نوضو. واش ناسي راك تعرف الريكا تاع ساكن معاه؟ ها اللي كيدير عليا عطيه غير اف اون، نبغى كولوار مهمين. رفعت الجلسه.
سنى المارج غير بلا عقل. عندك خدمه سيد المير، خاصك المقاول اللي ديتو عند مرتك. واش راك سيد المير؟ هادي سيد ندير لك بلاغ صافا لو بريزون صاحبي مناجر ديالي. صباح الخير سيد المير، تضيفناك وهذا على هذا لاجو اللي شهد لي ضد تاع الضيافه. ايه نعم، علاه جيت؟ واش بغيت؟ باينه خاصتني ابارتومو كيما انا كيما الناس. ابارتومون بنت الكرواح برك ودي ابارتومون. باش تدي ابارتومون لازم لك دوسي، وهذا الدوسي لازم تدرسو اللجنة، وكي تدرسو اللجنة لازم يشوفوك اسكو انت تستاهل ولا ما تستاهلش، واذا كان لقاوك تستاهل لازم يشوفوك متزوج ولا ماكش متزوج، واذا عدت متزوج اسكو عندك الاولاد ولا ما عندكش. بنتك انت روح برك ودي سكنه. بصح سيدي المير، حنا اللي جا تاع سيدي باطو لازم تعاونونا، لازم تعري على درعيك. سبع سنين وانا معري برونزيت. اسمع، حنا نعاونو اللي معري على درعيه، ماشي اللي نهار كامل وهو راقد تحت الحيط. اسكيوز مي سونتيمو، مي نعرف واحد المدام هنايا اللي دير لي ماش لانسا، يعيطوا لها ميمي لا كوافيز، راهي غير كيما دات ابارتومون مول المحل تاع الكروكمور. هذيك ما مزوجه، ما عندها دراري، ما عندها راكارت مينيتان، كيف هدات ابارتومون ورثت هذيا؟ اسمع، هذيك ميمي قادر من غدوه يكون عندها الاولاد، نرميوها في الطريق. فهمت الريسبونساب كيف يهضر؟ انا خلصت الهضره، بصح قبل ما نروح سيد المير عندي ميساج. النهار اللي لاجوناس تاع سيدي بالطو ان شاء الله تفيق، هذا الميزان ان شاء الله يتعدل. والسلام عليكم. اخرج انت مريح، ما تشوف ماشي في فيلم سينما هنايا، ما تزيدش تجي معايا في هاد لي رونديفو. السلام عليكم. يا اهلا الرئيس، واش راك الان؟ زارتنا البركات. اسمع، ما لقاش عندك حب الرشاد ولا على بالك عندي واحد السطر في رجلي هنا، قالوا لي دير الحنه وهو يديروه في الحنه ولا واش؟ اه والله ما نسعاه الرئيس. ما عندك شهر؟ ما عنديش، بصح نجيب لك السمانه الجايه على قبلك، نجيب لك. ان شاء الله ان شاء الله، بارك الله فيك. بارك. الرئيس. والله غير كنت مخبي لك واحد الامانه، واحد الكادو باش نعطيه لك. ها. كادو. قلت والله ما نستخسرو في الرئيس تاعنا. ها. توا هذا. استنى استنى. واحد الكامامبير طايب بنين، تعشى بيه. قد هذا؟ يا سيدي من عندي انا ليه بقد ايه؟ تيوني بيناتنا صوارد والله. استنى استنى. شيتك الحلقوم هذه، حلي بها في الليل. هذه ثاني حلقوم ولا غير حلقوم؟ ولو هذا كل العربي. ما كفاتش وحيلة، هاك زيد ادي هذه للدار، ها، ادي معاك هذه ثاني. هي هي فهمني، تعواه هذا ولا هذا من عندك؟ من عندي. من عندي، من مركيهمش هذو، من عندي انا. قول لي هكا كان احسب راح نخلصهم ولا. بارك الله فيك، يعطيك الصحه. بصح وشني يا الرئيس، كاينه حاجه برك. انا قلت عندي الدوسي هذا. ليه يعني نشقى ونجي ندفعو بيني بينك انايا، على بالي دوك انت تتهلا وتستحفظ بيا. ها تعوه الدوسي هذا؟ انا سمعت باللي رايحين تمدوا كوطه تاع سكانيه، هاي قلت لك شنو تعطيني دويره معكم. سكنه. ايه. احكمت. والله يا العربي واش نقول لك؟ هذا عندك شمن لي ثاني واحد يقول لك غيره وما شراهمش ولا؟ لا سيدي، هذه بيني بينك. لا هذا. إيه. اسمع، الدوسي اخي درت فيه كلش. واجد الاوراق كل مجمولين. كلش؟ كلش كلش. ايه خلاص، ما انا بربي ان شاء الله نتهلاو فيك وكون متهني. واش هو انت درك حكم يدك دير مطرح هنا وهاك ترقد هنا حتى بربي ان شاء الله هو يفرج ربي. يفرج ربي. هي متهني يا العربي، متهني. أنا متهني. أتهلا الرئيس. هيا ابقى على خير. أنتهلا أنتهلا كل أنتهلا متهني. يعني متهلي أنتهلا تعطيني دويرة؟ لا يعني أو دويرة بركة. كمن الدوسي هذاك اللي حطيته لفوق؟ الدوسي تاعي برك سي عبد الله، هذا ما كان. وقيل انت ما تحشمش، راح تملك سيدي بالطو كامله. يا سي عبد الله، ماشي غير انا اللي حطيت الدوسي تاعي، لي موب دو كوميسيون كامل حطوا الدوسي تاعهم. يا ولدي عندنا 10 سكنات راح تديهم انتوما وبالطو ما يديوش هكذا. ها؟ يا سي عبد الله، لازم تفهم وتعرف وتحط مليح في راسك، باللي حنا مسؤولين، رانا نخدموا على جالهم، ومن حقنا باه ندو سكنه. ولا حبيتنا نعرقوا في بطل؟ ها والله مسؤولين وراكم تخدموا على جالهم،
تتعبوا عليهم. ما انا نقول لك اجبد لي الدواسه تاع اعضاء المجلس كامل درك ندرسهم درك. اجبدهم اجبد اجبدهم قلت لك اجبدهم. هاتهم لي هنا هاتهم لي درك ندرسهم ونعت لكم انا. هات لك هات هنا هات هنا هذه نتاعك هذه ما عندك تحط فيها هنا. هات لك هنا خليها هنا تحت نعت لكم انا درك نعت لك. واش راح تديو الدنيا كامله؟ كان غير نتوما برك. حميده ها شنو نقول لك كلمه روح. انا واحد ما يخنعني واحد ما يهددني. شو عندك زو صوالح يا تجبد روحك يا غتخلصها غاليه. وكيما نجبدش روحي واش تقدر دير؟ السلاح بيناتنا وانا نقبل المعركه. الحاجه انا على البليش يا خويا مانيش عايش معتمر. انا على البليش ما عباك راهي قاع ماشي شابه اليوم قاع. يا سيدي شوف انت عندك سلاح شال اه ماشي محال تقالي يمسك لي ساعه وماكش عارف اه دوك راح نبدلو لك ان شاء الله الزرابه راح نديرو لك لي روبيني برا يا سيدي حسيكيو لك نجيبو كليماتيزر انا البليش الحاجه نسيب كبداها كملوا عليها يا ودي ما تقلقش انت ايش مومن ايا ندير لكم درس على الجهاد صلوا على الرسول هلي هلي اليوم ما كاين ديوال قبيحه على بالك ديوال شكون يتقابلوا تم بتا دايما نتكوف روحك زعما ما على بالكش باينه شريف حميده شريف حميده هذا ما ديوال ماشي كاع كيليبري باين يربح شيري وشنو هي تم انت شيخ حميده راك حقره ولا وشنو هي خاطرو نقولها لكم كون يخسر حميده ناس بزاف غادي تخسر في الدوار انا اللي يخسر يخسر واللي يربح بالبركه انا الحاجه اللي تهمني يا خوتي سي بيان لوشمو فهمت المارج لا لا مانيش نهضر عليك انت بون بون تخاطرو ولا لا لا ها وانت عندك دراهم وين تجيو هالحقه شي اليوم واش راك دير يا خويا واش راك دير وخر عليا خليني تريني يا سيدي وخر عليا انا على البليش يا خويا حميده قلت لك نورمال انت بك ماشي انت صغير راح لك الريفلاكس وديك تتخبى مور روسي مور الحجره تصوتي من البالكون على البليش يا خويا شوف انت مش بيتنا على الشيطان انا مش انا ابليس حميده هو اللي ابليس هو اللي رايح يحفر لي رايح يحوس يدي لي البوست تاعي ها يحوس يولي هو الشريف وانا نخرج له ثلاث وني نضربك كلاب باشوكو جامي بيستشفاو فيا جامي نكت له يا انا يا هو ايماجيني وكان تموت انا اخت فوجي كيف هاي قولي يجيبوا لي شريف واحد اخر يشرب بس لي يتمعلم عليا تجيك نورمال تاعي نطلع شريف انا هاني معاك صح هاني نورمال بصح ومن بعد كيفا كونسونطري مليح يا خويا يا وانت كونسونطري وحبس عياد الفكار راك باغي الدوار يستشفوا فينا انا على الشيطان ابا يطيحنا بقيمه العائله باين سقسيك انا بويا شاكل شريف جدي شاكل شريف نسيبك شايكون شريف صاي حميده خاصني نخرجها له راس راس علاش خاش الدوار هنا غادي يهضروا غادي يقول لك حميده خرج راس راس الداحو داحو خاف قاعد في البيرو جامي نخرجها له راس في راس ومين يردها كاسكاس انا راني معاك في هذه تافور وما كاش سخنوها برك ولا كاش سخنوها برك ناس ما تحشم ستوب حبس عليا غادي تروح للدار غادي تروح عند فوزيه غادي تقول لها قال لك تحول سمحي لي قال لك تحول خليني هنا خليني يا هو يا انا يا انا يا هو ايه بصح انا لازم نفريها اليوم انا يا اشرح هكا ايو زعما يكونوا خوا سي عبد الله علي ما راك تهضر نفس الام نفس الاب او يكونوا خوا ما على بالهمش بصح سي عبد الله ما قلتليش علي ما راك تهضر يعني نهضر على حميده ودحو هاتي با هابي بدل ناخذ حميد بلا قلب بلا قلب بلا قلب خلينا نفهم واش راك تهضر تنفس السلام عليكم سي خير يا ودي رايك احلى برا في البلاصه تاع حيد دابزو راس راس دحو وحميده يخرج له راس راس في البلاصه تكحل حمو
يتقاتلوا حين يتقاتلوا واش بيهم هذو زعما كبار يا يتقاتلوا الخو يقتل خوه نوض نوض هذه مصيبه راح تصرى نوض شو خاوه شما خوه خاو شما خو خو اونفا شي شلمي ان شاء الله ميدا انا زعيم والزعامه ما تنشاش بالدراهم تنزاد فيك وغادي نبروفي لك بلي انا زعيم انت راك بكابوس واحد وانا راني بزوج كوابيس باش هنا في دوار سيدي بارطو مكاش لي يهضر في الشريف ويقول لك راه خدا حميده بزوج كوابيس غادي نقلع واحد ونبقى بواحد بس سير نطيحك سير لكم ما تخلعنيش الصحاف العظم وقوة الإيمان قادر بتيمومة نجيبها لك بين عينيك نطيحك أرض شاهد لك واجد واجد راني غين تريني برك انت تحسب ولا انا نحسب احسب انت لي كبير مالا غادي نحسب لك بالعربيه خاطش انت قليل فرنسي 1 احبسوا حميده دحوا لعنو الشيطان دحوا واش بك راح تقتل خوك انا خويا اللي بغيت يدير لي بلاصتي ماشي خويا اي مالا نقول لك باللي حميده راهو خوك وعندي الدليل شهادة الميلاد راهي تقول هكذا عندك انت وهو ام وحده واب واحد سي عبد الله بكا ما تخرط علينا كيف انا خويا وما نعرفهاش انا والله كيما راني نقول لك دحوه غير حميده خوك عبد الله عبد الله خويا سي عبد الله جالسي اسمها ام هتالي اسمها عائشه اسمي صح 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 شبه الحاجه حبيبه شيبلا شكرا كيف ما قلتي عليها والو كيف الله فرتاحوا المهم شاكون نطلع شيف ضربت في الباره معليش